السلام عليكم. اليوم إن شاء الله رح نلعب مع أطفالنا الحلوين لعبة البلالين. في داخل كل بالون كلمة بيها حرف الغين، رح نبعث البالون تطلع الورقة ويقرأها الطالب، بعدين يأخذ البطاقة ويصنفها بحسب أشكال حرف العين الغين، إذا هي في أول الكلمة أو وسط الكلمة أو آخر الكلمة متصلة أو آخر الكلمة منفصلة. يلا نبدأ مع أطفالنا. يلا يا يلا بتطلع الورقة. كلمات غايمة. برافو. أين حرف الغين؟ أين يقع حرف الغين؟ أول الكلمة. برافو. يلا وين البطاقة؟ برافو. يلا اقرأها بصوت عالي. غايمة. وريها. يلا وريني إياها. غايمة. برافو. أين يقع حرف الغين؟ أول الكلمة. برافو. يلا مين؟ يلا مسكين. يلا اقرأ الكلمة. يلا كلمة شو يا رهف؟ دماغ. برافو. أين يقع حرف الغين؟ آخر الكلمة. برافو. يلا وين البطاقة؟ برافو. يلا اقرأيها بصوت عالي. دماغ. برافو. يلا وريني إياها. برافو. يلا اقرأيها كمان مرة. دماغ. برافو. يلا يلا يا فاطمة خذ الورقة. يلا اقرأ الكلمة. يلا اقرأ الكلمة يا فاطمة. ببغاء. برافو. أين يقع حرف الغين في كلمة ببغاء؟ في وسط الكلمة. برافو. وين البطاقة؟ يلا اقرأيها بصوت عالي. ببغاء. برافو. أحسنتي. يلا امسكي. يلا اقرأ الورقة افتحيها. كلمة برافو. أين يقع حرف الغين؟ في وسط الكلمة. يلا وين البطاقة؟ يلا اقرأيها بصوت عالي. مغرب. وريني اياها. يلا كمان مرة. أين يقع حرف الغين؟ في وسط الكلمة. يلا وين البطاقة؟ يلا اقرأيها بصوت عالي. مغرب. وريني اياها. صمغ. برافو. أين يقع حرف الغين في كلمة صمغ؟ آخر الكلمة. برافو. يلا وين البطاقة؟ يلا اقرأيها وريني اياها. صمغ. برافو. يلا وريني اياها. اقرأيها بصوت عالي. صمغ. أين يقع حرف الغين؟ آخر الكلمة. برافو. هات الورقة. كلمات فارق. صوت عالي. فارغ. برافو. أين يقع حرف الغين؟